المدينة الساحلية والسياحية، وأكيد الحديث الآن حول مساهمة قطاع الصناعة التقليدية لولاية عين تيمشنت لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. السيدة بن قطة فاطمة الزهراء ممثلة غرفة الصناعة التقليدية، يعني لماذا شاركت عين تيمشنت لإنجاح هذا المرسم الدروس؟ شكرا سيدتي. السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، اليوم بدينا نصوروا في العطلة تاع كلابي بيك ولاطلاج ميليتار هاي وين ديريكسيون عين عشير. نبداو بعين عشير ونروحوا مع العمل كالعادة كل مرة ونبداو نبداو ان شاء الله. احنا قمنا باتصال مع جميع الهيرفيين وحكيو لنا في البوست على عين تيمشنت اهمية هذه الحكاية، وراعتنا حاليا 12 هيرفيين مشاهدين في منطقة فرونت مير مختلف الولايات الجزائر وراهم عارضين المنتجات تاعهم مع السلالة من الثانية. كنا ندعو جميع الهيرفيين جميع الزوار مثل هذه التظاهرة المالية باش يروحوا ويشوفوا ان ما شاء الله، يعني عين تيمشنت شاركت بهذا الخصوص. ونعرف سيدة فاطمة الزهراء أنه التذوق ولا الأكل عنده خاصية وميزة يعني بين دول الغرب الجزائري. نعرف أنه يعني مدن الغرب الجزائري عندها تذوق خاص ومشهور داخل وخارج الوطن، يعني راه عالميا. ونعرف انه في اطار هذه الالعاب العاب البحر الابيض المتوسط داخل القريه المتوسطيه يقام مهرجان التذوق. نعم، خلينا سيدتي نسمعوا تسجيل بميكروفون الزميله حوريه عمر بقاده. في هذا المهرجان يوجد بعض الدول العربية المشاركة معنا، وليشاف مشاركة معنا من بينهم سوريا، الترك، الجزائر، لبنان، مصر. كان حقا تاني شاف من روس باغي تشارك معنا، كان تاني شاف من فرنسا باش يشوفوا اللاعبين الدوليين 26 بلد اللي حضرت معنا، اللي كان أذواق في الجزائر بإبداعها وجبنا لهم كل التراث تاعهم هنا في القرية. وكل يوم عندنا نشاط تاع بلد، عندنا أكلات شعبية التقاليد، حتى الزي التقليدي الجزائري، حتى الأكلات التقليدية الجزائرية. واليوم راك معنا كاين الكسكس الجزائري وشعارنا هو كسكس بوختوس. الحمد لله والله العظيم اللاعبين ولاو ينتظروا لينا وقت اللي نجوا نفتحوا هذا كل يوم. شعار جميل كسكس بوختوس كمال ميرالبي. نعرفوا تيمشنت تاني مشهورة بهذا الطبق، طبق الكسكس، وعنده تذوق خاص. احكي لنا على الأكلة التيمشنتية. أكيد اليوم راح في الطبخ راح في رواج، والسياحة هذه سياحة الطهي راها معروفة بكثرة. احنا ماذا بينا ما نقولوش غير فن الطبخ ولا فن الحلي التقليدي ولا فن الخياطة ولا كل تبقى قطاع الصناعة التقليدية والحرف بولاية عين تيمشنت وقطاع السياحة، يعني يساهموا كل واحد بطريقته في الترويج لمنطقة عين تيمشنت. وماذا بينا كل واحد راه يسمع فينا ولا مازال ما اختارش المقصد السياحي تاعه، نقول لكم مرحبا بكم في عين تيمشنت الدار داركم. وماذا بينا كيما راه هذا العام الشعار تاعنا تاع موسم الاصطياف وشعار الوزارة خلي صيفك جزائري، نقول لهم مرحبا بكم في عين تيمشنت ومرحبا بكم في ورشات الحرفيين في ولاية عين تيمشنت، وتبقى عين تيمشنت كوجهة سياحية وكإقليم سياحي بكافة الوجهات تاعه. تقول لكم في كل مرة ألف سهلة وألف مرحبا بكل الضيوف الكرام. إن شاء الله، يعطيك الصحة. شكرا سيد كمال ميراردي رئيس المهمة بمديرية السياحة والصناعة التقليدية. إذا هكذا تكمن أهمية الصناعة التقليدية بأنها مرآة عاكسة تعكس تاريخ المكان والحضارات التي مرت عليها، وبالتالي تساهم في تنشيط قطاع السياحة وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم للاطلاع
على ثقافة هذا الشعب من خلال منتجات يدوية تمتاز بحرفيتها وجماليتها. شكرا لكم مستمعينا على الإصغاء والمتابعة، كل من تابع هذه التوأمة الإذاعية التي جمعتنا وجمعت كل من إذاعة وهران، غليزان، معسكر بالعباس، لمسان وتيموشنت. تحياتي ستي، كنت معكم في إعداد وتقديم هذا العدد، تحيات زميلي محمد عيسى وخدمكم في الهندسة الصوتية والمراقبة التقنية، والزميلة نور كريمة كانت معكم في إخراج هذا العدد. دمتم بخير والسلام عليكم. هنا إذاعة الجزائر من عمان. كانت القطيعة مع يعني حازم سوري من تجميد نبي تونس وصل إلى فرتاج غنية على فيسبوك. فكر الغنية اللي شين الغنية فرتاجت على فيسبوك أي مثل تلي ما عنديش باش مرة في حينا جاءنا جاء انا رئيس مدينة فلت بارتاجي وانت يا مانجي بارتاجيت الشباب طفولة عبر انت تعبر معنا ممكن بارتاجي حاجة يعني يا سالكم بجميع المعلومات يرجى التقرب من المديرية التجارية للشركة الكائن مقرها تجزئة ساحة مارس 42 رقم 37 بلدية عنابة أو الاتصال عن طريق الهاتف 055-00-33-15 أو 038-43-59-28. بعد لحظات النشرة الجهوية من القناة الأولى على أمواج إذاعة أعنف. ولا
شهادة التعليم المتوسط، وفي نشرة تتابعون بورتريل صاحبة أعلى معدل بولاية تبسة. وزير الصناعة الصيدلانية يشيد من عين الدفلان بمؤسسة أتي فارما التي طورت إنجازها بمعايير عالمية، حيث قدر إنتاجها ب 58 مليون وحدة من الأدوية. بمستغانم تواصل تحضيرات الفرق الرياضية الوطنية والأجنبية استعدادا لدخول المنافسة الرسمية ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفي النشرة وقفة عند المهرجانات الثقافية بوهران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم إلى تفاصيل الجريدة المحلية تأتيكم مباشرة عبر أمواج القناة الأولى. لا تزال نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط تصنع الحدث في الوسط التربوي والعائلي، وبالحديث عن النتائج حققت ولاية غلزان نسبة نجاح قدرت ب 54.58%. نسبة النجاح لدى المتمرسين 55.27%، ونسبة الانتقال إلى الدورة الثانوية 69.44%، فضلاً عن حصول 63 تلميذاً على معدلات تجاوزت 18/20. تلميذة أحلام رقيق من متوسطة عالم عبد الرحمن ببلدية تجديوية حققت المرتبة الأولى ولائياً بحصولها على معدل 19.38/20 في امتحان شهادة التعليم المتوسط. أحمد الله وأشكره على هذا التتويج، وأهدي هذا النجاح إلى والدي، كما أشكر طاقم مؤسسة متوسطتي فيما يخص أسرار نجاحي، فقد كنت مواظبة على دراستي وقد كنت أركز على كامل المواد بدون استثناء، والحمد لله لقد أكرمني الله بهذا التتويج. نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط هذه السنة أبانت أيضا عن قدرات هامة لفئة ذوي الهمم الذين حققوا أفضل النتائج، يضيف مدير التربية السيد إبراهيم عبد العزيز. عندنا أربعة من ذوي الهمم معدلات متعثر عليها، هي معدلات مشرفة جدا لهذه الفئة. الحمد لله إذا على هذا النجاح، وألف مبروك لكل الناجحين في هذا الامتحان. وهذا بورتريل صاحبة أعلى معدل في شهادة التعليم الجامعية في تبسة رميساء إبراهيم، والتي تحصلت على 19.3%. البورتريل من إعداد سندس خطبة. تلميذة رميساء إبراهيم المتحصلة على أعلى معدل 19.63 كانت تنتظر أن تحصل على معدل كبير. جيت عند البورتابل حبتني قبيل هنا وهي نهزوه فرقه في طريقنا كوبا. كوبا حبتنا ما ديك الكور وندار شراع ولا الحقاب ولا ننسى حبتني أعمل فيها نزيه وما حبتنا نلقى في كل شيء. هما الداخل وين بطيناته؟ هنا وين من بطيناته الشيء هذي خليه دوزيام بوزيسيون عندك الحق بالخميس، خلي الناس تخدم. هالي مثلا من تاكسيات تخدم مقدار بالجمعه وخميس يجيو القسم الديني هذوك يدخلوا الطريق لا باركينغ، خلي الناس يقاريو، خلي دوزيام بوزيسيون في خي تعس وخلي دوزيام بوزيسيون قاريو الرمبو. لا يشري حد شي يشري لا ما منعين عليه ما خلاص
وين من بعديك تقفلوا الحوان بالبلع طبوها في الريدوات هنا ولا البارح قفلوا ولا اليوم مخلاهم اشتي من قريب كانوا زريتين تجيب لهم ها الخميس الجمعة هذيك الحاجة كيف كانوا معاه مدرب؟ قال لك في الباركينج معاهم ترخيص في الطريق لا كانت كل ذاك اللي قاري وتم يفكروا معاهم يا ناس يجيبوا قاري وتم قاري صغار يعيشوا لهم يفكروا معاهم ماشي يا رب من الجزائريين على الحفاوة الاستقبال الحقيقة والتنظيم صار من هنا جينا نبقى دائما في أجواء هذا البحر الأبيض المتوسط أين تشهد الباهية وهران وساحة أول نوفمبر أجواء خاصة بمناسبة الأضحى أين يستمتع الجميع داخل وخارج الوطن بمختلف العروض الفنية والثقافية خاصة أو شنو في السيد أو الدوزان تاعو ريبورتاج مع راديو سيدي تحطني في الحطاب تحطني وين دار الشرع القديمة وين كولم ومين ساعة صحي تضرب كل يوم البارح جاب البارح صح اليوم لباس انا نهار في الشتاء هذاك على قاعد جمع الناس متابعه المتابعه تخص الكليشي الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعات
وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، ثلاث قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. فعالية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيرم ريديو على أبل ستور. Thank you.
يرسم.
الخصوص حسن فاكون من تولوش مليين من يزمار أولاد المعطب العلم أما نكونوش نتخلص من المرض أما نكونوش نعجوه في حين ونكونوش نمروا حل النجا حتى نعيد في العين حسولة إلى عملها طبيعي العين الحسولة هو مشكلة متعلقة خلال في التطور البصري للعين حيث الدماغ يستقبل صورة مشوشة فيعتمد فقط على صورة واحدة ويرفض الصورة الثانية سيبوسا الباريسون هو عين يعتمد على عين أخرى بين الأسباب عين الحول وإن الدماغ يجيب الرؤية المتوجة سيبوسا واحدة فقط حتى يركز على صورة واضحة المشاكل البصرية أيضا قد تؤدي إلى مشكلة العين الكسولة مثل طول البصر أو قصر البصر أو حتى الأستيغماتيزم اهتم العين من كتاركت كونجنتال وهو مشكل في عدم عدسة العين أيضا سبب هذا المشكل والجفن المزدري والله الكيب من حي البرتقال نعديو جهة زونكروا مش بعدي من هي حاليا كنشوف واش كاين شغلتهم قد ناوي نرازي صحة ولا يوجد بالنسبه من داخل السيد قد يحكي هي حارس طرش قد يهدر بالنسبه الى المياه ولا بد من اعطاء التعليمات لكل الجهات لان تتدخل لاعاده الجمعيات المائيه وتوفير المياه المدير المركزي بشركة نقل تونس شكري بن غانم يكشف أن 50% من الأسطول في حالة رطب ولا يستعمل وأن العربات أخذت فتكات في التآكل بعد 30 سنة من الاستعمال ووضح شكري بن غانم خلال ندوة نظمتها اليوم بتونس العاصمة الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة حول التكنولوجيا في القطاع السكك الحديدية أن شركة نقل تونس تستعد لتنفيذ مشاريع كبرى بين سنوات 2022 و2030 على غرار ارتناء 18 عربة جديدة لخط تونس البحرية وعربات مترو جديدة بالإضافة إلى إصلاح الأسطول القديمة في الختام مقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين في ضربة صاروخية روسية اليوم الاثنين على مركز تجاري في وسط أوكرانيا كما أعلن الحاكم الإقليمي منبها إلى أن الرصيد قد ترتفع نهاية الإعجاز معكم الآن مع فهمي البرقومي في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد التهدي انها تبيض والعظام تاعها يكبروا فدير قاعدين نفسدوا كون ندخلوا في الامر هذا راح نولي نفسدوا دونك لازمنا نصاحبوا على البحر كي نحبوا هوايه الصيد اخذها ابراهيم عن والده واخوته الاربعه ذو اليوم يعمل على تعليمها لابنائهم ليتوارثوا البحر ان شاء الله هم يحبوا ديجا من الصباح العشيه يروحوا ما يروحوش يقعدوا نهار كامل في البحر اي امه مازال ما تعلموا الصيانه بصح مع الوقت ان شاء الله هذا ما يصير طموحات ابراهيم ليصبح بحارا كبيرا ليعمل عليها ويصبو للوصول اليها خصوصا وان الجزائر اصبحت تعطي اهميه كبيره في هذه المهنه التي تعول عليها في الاقتصاد الوطني.
متعدده تاريخ 3 جويلية الداخل كموعد لانطلاق تسجيلات رسميه تحسبا لدخول دوره سبتمبر المقبله، وتتواصل العمليه لغايه 15 سبتمبر، وبهدف تنويع التخصصات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتسويد الشركات والمؤسسات باليد العامله المؤهله. تم فتح عدد من التخصصات الجديده لمركز التكوين المهني بالرحاله. تفصل السيده ابتسام العنصري مستشاره التوجيه زميل عبد السقديس. العروض المفتوحة في التكوين الحضوري عندنا تخصص الأمانة وتخصص إلكترونيك السيارات. للعلم أن تخصص إلكترونيك السيارات هو تخصص موجود على مستوى مركز برحال فقط، لأي واحد يريد الالتحاق بهذا التخصص يلتحق بمركز برحال. شروط الالتحاق الثانية ثانوي الشعب التقنية والعلمية، والثالثة ثانوي الجامعة الشعب. التخصص المرأة الماكتة في البيت عندنا تخصصي، تخصص جديد في التأهيلي وهي الحلويات الشرقية وتركيب وتجميع الألبسة. بخصوص الدروس المسائية عندنا تخصص جديد كذلك وهو عون وقاية وأمن. أول مرة نديروا هذا التخصص لأن هذا التخصص موجود في المؤسسة في البريفي أكثر. اللي يرغب في هذا التخصص يلتحق بمركز التكوين المهني برحال. أما في التمهيد عندنا تسيير وفرز النفايات، كان شركة فتحت على مستوى درع الريش طلبت منا هذا التخصص، فتحناه باش يتكفل لنا بتكوين المتمهنين. عندنا حلاقة النساء، عندنا قيادة وصيانة آليات الورشات برحال المنطقة الصناعية، وعندنا عدة شركات في برحال. كان طلب من طرف هذه الشركات انه نفتحوا لهم هذا التخصص اطار الشركة. عندنا تخصص الخياطة، وعندنا تخصص نجارة الألمنيوم، وتخصص الخراطة. عشية الاحتفال بالعيد الستين لاسترجاع السيادة الوطنية ومساهمة منها في إثراء المكتبة السمعية لمديرية الإعلام والاتصال أركان الجيش الوطني الشعبي، والتي تدخل في إطار تعميق التعاون الدائم والمثمر مع مختلف المؤسسات الجمهورية. ستقدم المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة هذا الأربعاء 29 جوان هبة رمزية لمديرية الاتصال بوزارة الدفاع الوطني تتمثل في تسجيلات أصلية ومتنوعة لمادة تاريخية ثمينة من الشهادات الحية التاريخية والوثائقيات والتحقيقات الخاصة بأحداث ومعارك ومجازر استعمارية ومواقع تاريخية هامة شهدتها مختلف مناطق الوطن خلال الثورة التحريرية المجيدة وقبلها، بالإضافة إلى حصص حوارية وصور صوتية وروبورتاجات وبورتريهات أقول تعرف بالمئات من الشخصيات التاريخية وقيادات المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورية والثورة التحريرية المجيدة. تتواصل عمليات التوعية والتحسيس في أوساط المواطنين ساكنة المناطق المحاذية للغابات والفلاحين كذلك بضرورة تضافر الجهود من أجل تفادي نشوب الحرائق. والعينة اليوم بلدية شطيبي والتي تعد من بين المناطق التي تستقطب مئات المصطفين موسم الاستياف. يتحدث رئيس مقاطعة الغابات ياسين كل عملية تحقيق الحفاظ على الثروة الغابية التي تتميز بها دائرة شطيبي، خاصة أنها مساحة تقدر بأكثر من 10,000 هكتار، مجموع 13,000 هكتار، أي نسبة فوق 80% من المساحة الإجمالية لدائرة شطيبي. لدينا برج مراقبة على مستوى جبل سيدي يحيى،